نظام التوريث مع شركة دي اكس ان. لدينا اليوم نموذجا واقعيا من اليمن الحبيب، عبد قايد المعافى من اليمن، انضم للشركة في تاريخ 8/4/2004، توفاه الله تعالى في تاريخ 23/12/2007، وكان يوما قد وصل إلى رتبة النجم الماسي وبعمولة تقديرية تصل إلى 300 دولار شهريا، ويصادف اليوم تاريخ 23/12/2020 ذكرى وفاته 13، وقد وصل إلى رتبة النجم الماسي المتقدم التنفيذي، وتجاوز عدد أعضاء فريقه ما يزيد عن 217,000 عضو متواجدين في 159 دولة حول العالم. وبفضل الله ثم بنظام التوريث في شركة دي اكس ان الماليزية العالمية، ها هم اليوم أبنائهم من بعده يتملكون هذا المنزل الجاهز والذي تم شراؤه من عمولات والدهم المتوفي منذ العام 2007، بالإضافة إلى تحقيق الرحلات الدولية المجانية كل عام. أنا ليث عبد القايد المعافى، توفي والدي في سنة 2007، وبفضل الله صنم فضل شركة دي اكس ان وعمل أمي المتواصل وبالمساعدة من بعض الأساتذة مثل الأستاذ يحيى الذيباني والأستاذ خالد الفضيلي، اشترينا هذا المنزل من عمولات والدي المتوفي وموجب نظام التوريث الذي في شركة دي اكس ان. شكرا دي اكس ان العطاء، شكرا دي اكس ان الإصداقية. عندما أحدث صديقاتي عن رحلات أمي وعن شركة دي اكس ان أغلبهم لا يصدقون، فذلك يؤكد لي أن شركة دي اكس ان هي عالم تحقيق الأحلام وعالم تحقيق الأهداف. شكرا لله سبحانه وتعالى، شكرا لأمي الذي بذلت الكثير من الجهود، شكرا دي اكس ان المصداقية، شكرا دي اكس ان عالم الصحة والثراء. بينما البعض يشكك من نظام دي اكس ان نقول لهم نحن المثال الاكبر لذلك، بينما الان نعيش حياه من الرفاهيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا العالم التالي عالم دي اكس ان. دي اكس ان هي طريقنا منذ عرفنا انفسنا، ولا زلنا مستمرين في تحقيق احلامنا، وسوف نظل مستمرين في تحقيق اهدافنا، لان مع عالم دي اكس ان الاحلام لا تتوقف. شكرا دي اكس ان العطاء، دي اكس ان السخاء، دي اكس ان المصداقية.